صباح الخير، صباح الجمال، صباح السعادة على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال وكل متابعين برنامج بيت أميرة. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة إن شاء الله بإذن الله. النهاردة زي ما عودناكم حلقة جديدة من برنامج بيت أميرة، ودايما يا رب أكون عند حسن ظن حضراتكم. النهاردة معانا الشيف اللي منورنا، الشيف محمد طعيمة، ونقول له ازيك يا شيف، منورنا في حاجاتك الجميلة. ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك. منورنا بجد، وإن شاء الله عايزين نشوف هتعمل إيه، وعرفنا على المنيو. منيو هينزل معانا على الشاشة. معانا بسم الله ما شاء الله رز بسمتي بالبسلة والجزر، ومعانا كباب حلة بالبصل المشوي. ناس كتير يعني بصل مشوي مع كباب هيدوقوه، هيشوفوا كده ويجربوه. ومعانا كبدة اسكندراني بالفلفل الألوان. تمام، هنبتدي برز البسمتي. المنيو ينزل يا جماعة على الشاشة لو سمحتوا. معلقتين زيت ومعلقة سمنة. البصلايه بسم الله، هنقلبهم يتدبلوا كويس قوي. معانا جنبها هنبتدي بكباب الحله، هنديله معلقه سمنه بلدي. سمنه او زيت يا شيخ؟ لا سمنه. تمام، سمنة عشان التست. تمام، سمنة بلدي. هنطش اللحمة عليها دور الصدمة بتاعته. هي الصدمة دي هي التست. هي الريحة طلعت بقى. طبعا بتبان على طول. بسم الله ما شاء الله. وادي البصلايه بتاعت الرز البسمتي، هننزل عليها بربع كيلو بسله والجزر. تمام، نقلبهم. ميه الرز شغاله معانا برضو جنبها اهي. تمام، يستحسن في الرز البسمتي بالذات تكون شوربه، اي شوربه موجوده في البيت. تمام، لحمه او فراخ. اي شوربه. ورقتين ورق لورا، عود قرفة، حباية حبهان. لا ما شاء الله على الريحة بجد. بسم الله ما شاء الله. بنت على سنة زعفران بقى عشان ايه؟ خفيفة خالص. كباب برضو ما شاء الله شغال اهو. بسم الله ما شاء الله. أول ما اللحمة تنزل ميتها وتشربها نديها البصل العادية. تمام، أربع بصلات. بسم الله ما شاء الله. البصل مشوي في الاخر بقى، ثلاث ارباع سوا كده معانا اهو. تمام، احنا هنرجع معاك تاني، بس نرحب بالضيف اللي معانا. معانا المطرب والشاعر احمد محمد الراعي. ازاي حضرتك؟ منورنا النهارده. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. وكل سنة النهاردة وكل أمهات مصر وكل أمهات العالم بخير وسعادة، وإن شاء الله بإذن الله تكون عيد أم سعيد على الجميع إن شاء الله. ومعانا النهاردة بقى الأستاذ أحمد هيعيد على كل أمهات بموهبته الجميلة. يعني عايزين نعرف الناس بيك وبموهبتك. أنا أحمد من الغربية إن شاء الله، وهغني أغنية لعيد الأم إن شاء الله. تمام، عايزين نسمعها برضو. تمام. أمي هي روح اللي ما قدرش أعيش بعدها، أمي هي أغلى حاجة بالنسبة لي في الحياة، أمي هي روح اللي ما قدرش أعيش بعدها، أمي هي أغلى حاجة بالنسبة لي في الحياة، أمي ضحت عشان كتير عمرها ما اشتاكت، أمي سهرت عشان الليل على تعبي باكت،
أمي ضحت عشان كتير عمرها ما اشتاكت أمي سهرت عشان الليل على تعبي باكت أمي بتحب لي الخير وإزاي أعيش من غير أمي. الله صوتك في نبره كده من محمد فؤاد زي ما بيقولوا كده. بتحبه كده؟ بتحب محمد فؤاد؟ انا بحب محمد فؤاد. بتحب اغانيه يعني؟ بتحب ايه من اغانيه؟ هو كل اغانيه بس في اغنيه يعني معينه بحب اغنيها اللي هي بتاع احضنوا نفس ضمه. تمام احنا ممكن نسمعها برضك. احضني نفس ضمه نفسي أكمل عمري جنبك قلبي سامع نبض قلبك هموت عليك ياللي حبك صح فيا كل حاجة حلوة فيا قلبي روحي يا نور عليا ده أنا كل ليك احضني نفسي أضمك نفسي أكمل عمري جنبك قلبي سامع نبض قلبك هموت عليك ياللي حبك صح فيا كل حاجة حلوة فيا قلبي روحي يا نور عليا ده أنا كل ليك نفسي أغمض عيني وأحلم إن إيدي بين إيديك لما فتح عيني ألقى أحلى نظرة من عينيك نفسي أغمض عيني وأحلم إن إيدي بين إيديك لما فتح عيني ألقى أحلى نظرة من عينيك ياللي حبك مستحيل كل حاجة لقيتها فيك قلبي قال لي انك انت حته منه وروحه فيك لو تغيب عن عينه ثانيه هو بس يحس بيك قلبي قال لي انك انت حته منه وروحه فيك لو تغيب عن عينه ثانيه هو بس يحس بيك حتى وانت جنب قلبي بحضنك من الخوف عليك. بجد صوتك جميل. صوتك جميل جدا ما شاء الله. ربنا يخليك. سمعت ان انت بتكتب شعر وبتكتب اغاني او كده، انت اللي مؤلف اصلا القصيده الاولانيه بتاع الام صح؟ انا بألف بس يعني قلت حته منها بس. انت جالك منين يعني ان انت موهوب او بتكتب؟ والله انا ما كنتش عارف ان هي موهبه اصلا. وانا صغير كنت بألف وبكتب بس بعد كده لما كبرت بقى في ناس قالت لي لما سمعتها لها اهلي وكده وناس يعني معرفه وكده قالوا لي ان كلام حلو. كلام حلو انت يعني. فعلا دي موهبه ما تسكتش لا كمل. أيوه. يعني انت من صغرك؟ ايوه من وانا صغير. انا كان عندي 15 سنه كده. اي القصيده اللي بجد كتبتها وقلت واو انا ازاي كتبتها يعني؟ هي اكتر قصيده وبتكون ميال ليها او بتحبها جدا وبتحب ان انت تقولها؟ هي قصيده حزينه يعني بس بلاش حزن عشان عيد الام وكده. حزينه قوي يعني ولا لا هي حزينه قوي. انت فعلا في اغنيه مثلا تانية كاتبها. تمام انت ميال للحزن ليه؟ انا عايز اعرف. مش عارف. تمام. انا هو كده بتحب الموسيقى ولا اغاني عموما؟ يعني في اغاني رومانسي في اغاني شعبي بس انا حاساك ان هو حزين دايما. هو بيتقال صوتي على كده يعني. لا ما محمد فؤاد برضك بيغني. أيوة كده. أيوة. وبيغني كده ف أيوة. لازم برضك تغني من النوع ده ومن النوع ده بحيث ان ممكن في اغنيه تانية مثلا بتاع بالبنت العريض. تمام بحبها برضو. ممكن نقولها في جو برضو دي رومانس برضو. ممكن نقولها في الجو برضو ست الحبايب برضو وكده يعني. تمام ممكن نقولها. ماشي تمام. حبيبي بالبنت العريض غالي وقرب من الوريد حالتي تتشخص جنون بيقولوا لنا بك مريض
أتاري كل ما حب فيك بدنك وبقت مزاج هتلي حبادي في إيديك ما أنت في لقاك العلاج لقيت الطبطبة ولو ما أنتش بعيد ضحكتك فيها كهربا ببقى زي واحد جديد لقيت الطبطبة ولو ما انتش بعيد ضحكتك فيها كهربا ببقى زي واحد جديد حبيبي خدها ومني ليك مش تريكا مش تريك فوق ما تتصور كمان والواحد ولا لك شريك لو انا هوصفك اوصفه عقد فل ابيض وفيه قلبي بيدلدق حنان ملكي بقى وانا اضربي لقيت الطبطبة ولو ما انتش بعيد ضحكتك فيها كهربا ببقى زي واحد جديد. تمام ايوه كده فريحة شويه يعني. تمام نفسك بقى في ايه الطموح اللي انت حابب ان انت في المستقبل تكون مغني مثلا؟ والله انا حابب الموضوع يعني. تمام بس يعني محتاج ان ايه يعني انا بكتب بس بكتب وممكن اغني ماشي صوتي يعني نص ونص بس ايه محتاج حد ايه يعني يكتشف موهبتك او كده ايوه وبرضك ممكن نكمل بعض مثلا ايه بيعمل هو بيوزع موسيقى وكده فانا اغني واكتب وهو يوزع وكده هو فعلا في يعني نفسي ان يكون في مبادرات للشباب اللي موهوبه نكمل بعض من منتجين ملحنين موزعين كله مع بعضه يجمع ان الناس الموهوبه الناس اللي كويسه القاء شعر حاجات كتير والله موجوده في البلد في مواهب كتير جدا فياريت ناس تمام احنا معانا مداخله ايه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازاي حضرتك الحمد لله برنامج حلو قوي ربنا يخليكي تسلمي كل ذوق والله بس انا حابه اسمع قصيده من الضيف اللي معاكي تمام اتفضلي حابه تسمعي ايه حابه اسمع حاجه حزينه طب تمام هو مش راضي يقول حزيني فخلاص هنقول حزيني دلوقتي خلاص ماشي يا انت تأمري يا حبيبتي تمام لا ده مطلوب منك بقى قول لها قصيده تكون حزينه شعر ولا اغنيه ولا القاء شعر انا ممكن اكون مش حافظها قد كده بس عادي يعني ممكن اطلع التليفون تمام مفيش مشكله نرجع للشيف برضك نشوف عمل ايه دلوقتي لغايه اما الاستاذ احمد يطلع خرجنا لان الريحه بسم الله ما شاء الله كابل الحله شغاله اهو جميله خلاص داخل على السوا اهو تمام هنديله بقى البصل المشوي اللي قلنا عليه ثلاث ارباع سوا نشوي بصل في الفرن ونقشره ونحطه على الكباب شكله تحفه هو البصل اصلا بدي لا تستو عالي قوي بصل مشوي تستو عالي قوي استوي خلاص هندخله فضيه في طاجن دلوقتي وندخله الفرن ورز بسمتي بالبسلة والجزر ما شاء الله شغاله. لو حضرتك عندك صفحة يا شيف ممكن تعلن عنها بحيث الناس تتواصل معاك إن شاء الله إن شاء الله تمام رز بسمته الكبدة بقى سايبينها اهي تمام وقت الغرف لأنها مش هتاخد دقيقتين اتنين خلاص أوكي مفيش مشكلة تمام ومعانا الأستاذ أحمد نرجع له تاني تمام يلا ولا ايه انا مش عايز اجيب القصيده الحزينه دي خالص يعني ليه بس حزينه قوي يعني فانا عايز اجيب واحد ايه كنتش حزينه اهو لا هي طالبه حزين يا استاذ خلاص يعني قولها واتكل على الله اهم حاجه الجمهور بيت اميره يعني فوق راسنا من فوق يعني بس هتكلم برضو كنا بدور على انا حافظ شويه منه تمام اسف يا دنيا اني اتولدت فيك اسف ان حمل تقيل عليك اسف ان بزعل كتير وعمري ما ضحكت بنفسي فيك مش عارف ده كله بيحصل لي ليه مش عارف حظي كده فيك ليه ما
تديني فوق دماغي ومفيش حتى معلش. وانت يا دنيا زي الجبل بتهد، وانا لسه صغير ومشيلان الهم، امال بقى لما اكبر ازاي هعيش فيك. اسف يا دنيا بجد اني اتولدت فيك، اسف ان حمل تقيل عليك، اسف اني بزعل كتير وعمري ما ضحكت بنفسي فيك. تمام كده، للاسف مش حافظها، مش حافظها. تمام كده، احنا بجد موهبه كويسه جدا، وان شاء الله باذن الله تكون موهبه كبيره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نتمنى لك كل خير. شخصيه كويسه جدا والله، نورتنا في بيت اميره. حابب تقول ايه بقى في اخر جمله كده، ممكن تقولها ايه؟ تعيد على مامتك مثلا، على كل سنه وانت طيب. انا عامل الاغنيه دي عشانها وعشان كل ام مصريه يعني تستحق الكلام اللي انا كده. متشكرين جدا يا استاذ احمد، وان شاء الله نشوفك على خير ونورتنا في بيت امير. نرجع للشيف بقى. الكبده، تمام. الكبده حطينا فيها الطاسه، تمام. ملحوظه بس، الناس كلها بتيجي تعمل كبده تعمل كل حاجه لوحدها، تنزل الثوم الاول وبعدين تنزل البهارات لا، الصح بتاع الكبده نحط الثوم على الكبده والبهارات والملح والكمون كله عليه، كله على بعضه، تمام. والليمون الشرايح برضو، ماشي. لا انا اول مره اعرف ليمون شرايح معاه. لا عشان يسحب الزفاره، تمام. الليمون بقشره يسحب الزفاره، تمام. ونقلبها كلها كده، وبعدين بقى نازلين بقى كده، الزيت سخن معانا، نازلين بقى كده. لازم الطشه دي خلاص، تمام، عشان ما تخرجش ميه. طالما الطشه دي مش هتسرد ميه. لا بجد تسلم ايدك يا شيف والله، يعني. والفلفل الالوان بتاعها جاهز اهو، تمام. ده بعد قبل ما تنزليها معانا تديها الفلفل، لازم تمام. الفلفل يتاكل صاحي، يومات هيغير طعم الكبده، تمام. لازم يتاكل صاحي مع الكبده اخر حاجه، وزي ما قلنا الليمون الشرايح بيسحب الزفاره، تمام. في ناس بتحب خل، شايفين معانا يا جماعه، لو بس المنيو ينزل. الريحه رهيبه، لا الريحه رهيبه والله، انا جوعت بألف. انا ما شاء الله ربنا يخليك ونورتنا بجد والله. خلاص هواتي قرب يشرب، وادي كباب الحله. المقادير موجوده معانا على الشاشه، اللي حابب كباب الحله. خد البصل المشوي، مقادير الكبده البتيلو 4 معالق زيت، ايوه، وكيلو كبده، معلقتين ثوم، ثوم مفرومه، ثوم مفروم، وليمون شرايح، وعصير ليمون، وملح، تمام. وكمون وفلفل، تمام. بس كده، تمام. والفلفل الوان اخضر واحمر واصفر، في الاخر خالص علشان في الاخر خالص عشان ما يستوى هيغير طعم الكبده، لازم يتاكل صاحي مع الكبده، تمام. احنا خلصنا الفقره ديت، هنكمل معاكم بقيه فقراتنا في بيت اميره، استنونا، اوعوا تروحوا في اي حته.